السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سبب لن تصدقه، لماذا جاء لاعب السودان المغرب وانتظر منتخب المغرب رغم انسحابه؟ هذا هو المنتخب السوداني يقف أمامك وحيدا في المباراة ضمن بطولة الشان، وهو يعلم يقينا أن خصمه لن يصل وطن حضور لاعب المنتخب السوداني بعد البيان الرسمي للمنتخب المغربي وإعلانه عن قدرته على السفر بسبب عدم تحصل طائرته على رخصة للطيران المباشر للجزائر. أساءت كثير من الخبر، فلماذا يتواجد اللاعبون في المباراة مرتديين الزي الرسمي مع تواجد الحكم والقيام بكل ما يقولون أنه قبل المباراة وهم يعلمون حق اليقين أنهم لا يلعبوها؟ الأمر ذهب حتى إلى استفزاز كثير من المغاربة الذي وصفوا الأمر بالمسرحية، لكن الواقع أن السبب وراء ذلك كان كبيرا جدا. لاعب السودان كانوا مرغمين على التواجد داخل أرض الملعب ولم يكن أمامهم أي خيار، بل إن عدم حضورهم كان يتسبب لهم في مشكلة أكبر، تلك الصور والضرر. السودان حضور قبل الكف نفسها تتدخل وتصدر قرارها مفاجئا جدا، فما احتيات القصة؟ ومن الذي أجبر لاعبي السودان على التواجد في هذا الموقف المحرج؟ القصة هنا مرتبطة بقوانين الاتحاد الأوروبي، عفوا الاتحاد الدولي لكرة القدم، في المقام الأول والتي ترفض للتأكيد انسحاب أي فريق من أي مباراة لحضور الفريق الآخر إلى أرضية الملعب وارتداء طقم اللعب بشكل اعتيادي، بالإضافة إلى تواجد طاقم التحكيم كاملا ونزوله إلى الميدان من أجل انتظار الخصم في حالة عدم وجود أي خصم لمدة ربع ساعة. وقتها يطلق الحكم الساحة صفارته معلن انتهاء المباراة وفوز الفريق الحاضر بنتيجة 3 أهداف دون مقابل، وهو ما حدث في مباراة السودان والمغرب. بعد انسحاب أسود الأطلس وعدم حضورهم لخضوع النقاب، مما سبب كثير من الإحراج لمسؤولي الاتحاد الإفريقي وجعلهم في موقف مخجل أمام بقية الاتحادات، ودفعهم الاتحاد القرار الذي كان منتظرا والتأخر حتى سخر العالم في القارة الإفريقية وما يحدث بها لمشاهدة العبثية، لأن انسحاب المغرب كان معروفا وعلنا مدة 3 أيام قبل مباراة ضد السودان. ولكن ما حدث في الملعب مقابل دفع المسؤولين في كاف لإصدار قرارات باعتبار أسود منسحبين بشكل رسمي من دور المجموعات، وقاموا بإلغاء المباراتين ضد غانا ومدغشقر والسماح بتأهل منتخبين من مجموعة تضم 3 منتخبات فقط، لكي لا يتكرر هذا المشهد الهزلي في كل مباراة يكون ظروفها ترفع المنتخب المغربي. وكأنه كان لابد للعالم من الضحك على مباريات القارة الإفريقية، ولم يكن هناك حلا في النداء على منتخب آخر وتسهيل مشاركته في المناسبات في المنافسات أو اعتبار المغرب منسحبة قبل انطلاق البطولة وإلغاء نتائجها مع 3 منتخبات أخرى. فالقصة هنا لا علاقة لها بالمنتخب تقاعس من عن الحضور أو تأخرت الحافلتهم، بل منتخب أعلن المشكلة بسبب معروف بأنه لن يشارك من الأساس. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. معكم أخبار كرة القدم، وشكرا لكم على المشاهدة.